يواصل مجلس النواب مساعيه الحثيثة لتطوير العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي هذا الشأن يزور وفد برلماني من جمهورية إندونيسيا الصديقة مملكة البحرين، حيث تم خلال الزيارة التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتنويه لملامح النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين والجهود التطويرية المتواصلة والمبادرات والخطط والبرامج الاقتصادية النوعية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب بدر الدوسري، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بالمجلس. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة، وإذ تحدثنا بشكل موسع عن أبرز ما جاء خلال جلسة المباحثات المشتركة مع الوفد البرلماني الإندونيسي الذي يزور مملكة البحرين. مرحبا، مسي عليكم بالخير. طبعا يعني بالفعل تم زيارة من قبل الأخوة من جمهورية إندونيسيا، وتم النقاش بين الجانبين الدعم النيابي لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والدفع بها نحو مزيد من التطور في مختلف مسارات ومجالات التنمية. لذلك تم الإشادة بالتجربة البرلمانية والديمقراطية في مملكة البحرين، ومؤكدين الحرص الدائم والسعي المتنامي نحو تعزيز الشراكات الفاعلة والروابط الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا في ظل المستوى المتقدم الذي تشهده المملكة في الكثير من مجالات التنمية، وكذلك أهمية الدفع قدما بعلاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي بالفعل سيسهم في تنمية وازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك تم الإشادة بجهود المملكة وتجربتها المثالية في مواجهة جائحة كورونا، ومثمنين للرعاية الخاصة التي تحظى بها الجاليات على أرض مملكة البحرين، لا سيما ما حصل عليه المواطنون الإندونيسيون في مملكة البحرين من اهتمام ورعاية متميزة خلال فترة الجائحة. كذلك تم التأكيد أن مملكة البحرين كانت وما زالت بمثابة البوابة التي نشأت من خلالها علاقات متقدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإندونيسيا، وأن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة تأسست ورسخت منذ عقود، وارتكزت على دعائم ثابتة ورغبة مشتركة في تحقيق التقدم المطرد للتعاون الوثيق بين البلدين، والذي تنامى في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. وبخصوص اجتماع الوفد البرلماني الإندونيسي بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، حيث استمعوا لعرض وشرح مفصل لسبل وإجراءات مناقشة ودراسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للموازنة العامة للدولة وصلاحيات اللجنة لإدخال تعديلات وإضافات على الأبواب المختلفة لها طبقا لما جاء في دستور مملكة البحرين والقوانين والتشريعات البرلمانية ذات الصلة. كذلك تم الإشارة إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريرا منفصلا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. نعم سعادة النائب بدر الدوسري، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بالمجلس، شكرا جزيلا لك.